ام اي يو اول نموذج محاكاه للاتحاد الاوروبي في اسكندريه. الام اي يو، الام اي يو كبدايه هو اختصار لمودرن في يوروبيان يونيون. اشمعنى اليوروبيان يونيون؟ لما جينا فكرنا قلنا الاتحاد الاوروبي ده بالنسبه لنا هو نظريه الاثر. احنا عندنا هنا الدول بتاعتنا والدول الاوروبيه دايما ما بنبقاش عارفين بعض، لا احنا عارفين الاخر بيفكر ازاي ولا الاخر عارف احنا بنفكر ازاي. من الموديل ده احنا حاولنا نقرب المسافه دي ونعلم الناس حاجه كتير. وقد تفضل جلالته ووافق على المطلبين. MEU was divided into two stages. The first stage was the preparatory sessions. Within these preparatory sessions, they discussed the history of Europe along with the conflicts happening between the European countries. They also discussed what happened between them in the World War I and World War II. However, while letting others talk about you, while you can by yourself. فكرة ان كان 15، لك ان تتخيل 15 20 واحد قاعدين في الكافيه، حتى الكافيه اللي كنا بنقعد فيه مش عايز اقول اسماء عشان اعلانات، بس الكافيه ده كان تحت الارض تقريبا. فاحساس ان انت قاعد تحت الارض وكل اللي عندك تفكير سليم وحلم وثقه انك تقدر تحقق الحلم، كل ليها اجنحه محدش يقدر يمنعها توصل للناس. معتز بالنسبه للخطوه اللي جايه دلوقتي، الموديل خلاص. موديل ايه؟ الام يو. ايه الام يو؟ لا، في هو مين اللي بيسأل مين؟ سؤال مرة أخرى، بعد إن شاء الله ما الموديل هيخلص اللي أنت مش عارفه، إيه الخطوة اللي جاية المفروض تتعمل؟ لا، هو بإذن الله الـ MEU هو بالنسبة للـ Step Up أو الـ Initiative نفسها هو Recruitment Project و Capacity Building Project. While letting others talk about you, while you can by yourself. احنا النهارده بنتكلم عن immigration. The immigration بصفه عامه كانت هي illegal او legal. مشكله الاقليات في اوروبا من المهاجرين الغير شرعيين والمهاجرين الشرعيين اللي بيعدوا الحدود بيدوروا على حياه افضل او فرصه افضل ان هم يعيشوا فيها غير الاوضاع اللي هم شايفينها في بلدهم. مواردها قليله قوي واقتصادياتها مش قد كده، فهجره بقى بالهبل. عدد الناس اللي بتهاجر لاوروبا زاد قوي. الدول اللي بيجي لها هجره بكثافه كبيره زي المانيا ودول اللي هي قريبه من البحر المتوسط زي ايطاليا واليونان. عاده الهجره بتبقى للدول الكبرى وللدول اللي فيها مستوى المعيشه عالي. ناس من جنسيات كتير مختلفه زي الجزائريين، المغاربه، الصينيين. نحاول نقرر ان احنا يا اما هنسفرهم للدول الشرقيه الفقيره شويه في اوروبا او هنرجعهم. ما عنديش مشكله مع الهجره يعني عموما، بس المشكله يعني ان الشعب عرضه قليل، فيعني كاننا محتاجين ناس برضه. هل جوه البلد في سبب اضطهاد ديني او هو بيكون لجا سياسي الوضع جوه البلد، مش في حاجه معينه بتخليه ينفر من البلد يروح للبلد الغنيه؟ فدي طبعا عامله عندنا مشاكل unemployment كتيره، في minorities كتير، فبتحاول يعني تديهم حقوقهم وكده وتشيل يعني الجابس الموجوده ما بين الفرنش بيبول والاميجرنت والماينورتيز. بالذات عندنا احنا في جيرماني التركيش مبهدلنا، المسلمز كتير قوي كل شويه مبهدلين البلد، تيرست
الايكونومي بتاعنا بيبوظ بسببهم. هو طبعا الاعتراض الاساسي هو على الهجره غير الشرعيه، وطبعا زي ما كله قال يعني ايطالي موقفها 100% ضد الهجره غير الشرعيه، والهجره الشرعيه لازم يتحط شويه ريجوليشن زياده ليها. احنا الدوله ما لهاش موقف قوي عشان احنا في سنترال يوروب، فهي المفروض ان العماله الزايده في الدول الكبيره هتروح الايسترن يوروب، فاحنا ما لناش موقف يعني. بس انا معترضه على حوار ان ما ينفعش العمال اللي هم غير كفء يعني يروحوا الدول اللي هي اصلا الموقف المالي بتاعها قليل يعني. الموقف لفرنسا وحدها ان هي دايما عايزه تدعم مشاريع اقتصاديه ضخمه في الشرق الاوسط. احنا موقفنا يعني بيتلخص في مجموعه حاجات، هو احنا مش ضد تماما ولا مع تماما، موقفنا كذا نقطه. عشان كده احنا في السيشن اللي فاتت عملنا مودريتيف براكتس وقعدنا كلنا مع بعض وحطينا شويه امندمنتس لكل نقطه، هما اثنين ارتكلز، حطينا امندمنتس للارتكل الاولاني وامندمنتس للارتكل. لازم يبقى في حفظ للكرامه للناس اللي بتتعمل immigration اذا كانت هما illegal او illegal. Mr. Nuradi, the member of EFD, Europe for Freedom and Democracy Party from England, who was known with a bad petition within the walls of the parliament. He had been temporarily secluded from the parliament for 7 minutes, and when we tried taking his comments of what had happened, the reply was simply not surprising. What happened? No comment. امبارح ما تسمع معنا ان كان في موقف كده حصل، يا ريت تقول لنا عليه كده بسرعه. ده قله مندسه، قله مندسه من الديليجيتس كانوا قاعدين على الفيسبوك تمام وفاكرين ان هم مش متشافين. وقال ايه حاتم يا اخويا؟ الاقي ناس طالعه بتقول ان احنا هنعمل فوتنج بكره عشان نلغي الام اي يو. هوبا، اول ما دخلنا بقى قلنا لهم ان احنا شايفينهم، كله تراجع بقى، انا مش معاهم واحنا بتوع الاوتوبيس، والله العظيم انا بهزر، بس انا عارفك انت بتاعت الاول. خلي بالك حبيبك حبيبك، لكن دلوقتي اقدر اقول لهم بي براود اوف يور سيلف، بي براود باللي انتوا حققتوه. الحمد لله المسج اتنقلت. فانا بقول لكل بارتيسيبنت وانس ان انت كملت معانا الام اي يو فانت ممبر في ستيب اب فاميلي. ستيب اب ليها حق عليك انها تساعدك. ال 20 بقوا 320، الناس اقتنعت بينا وحبتنا واحنا اقتنعنا بيهم وحبناهم. جوتندا كرايسيس، جوتيلا اكسيدنت، وعن الحصار الاسرائيلي لغزه وعن رد الدول الاخرى حول الموضوع دوت، وعن الدول الاوروبيه رد فعلها ايه والدول العربيه رد فعلها ايه. النهارده احنا كنا بنتكلم عن الجوتيلا اللي اتبعثت من تركيا واسرائيل هجمتها، فاحنا كنا بنحاول نشوف سوليوشنز ونكون ضد اسرائيل في الموقف الانهيومين اللي هي عملته. بلدي مؤيده لتركيا وهي مع اسرائيل، احنا مع الهيومانيتي واجنست الحاجات اللي حصلت. اسرائيل يعني اجازت قوي، في بعض الدول موافقه على اللي بيحصل يعني مش بتشجب قوي يعني، في دول على الحياد زي دولتنا كده وفي دول طبعا رافضه الوضع خالص. اول حاجه ابولوجي من اسرائيل على اللي هي عملته، ويكون في كومبنسيشن انها تعويض للناس اللي هي اتعذبت واتقتلت في الموضوع ده، وان احنا ندفع حصار عن غزه. Now we are discussing the accession of Turkey to the European Union. A directive was proposed by the Commission and the countries are discussing this directive. Turkish accession, دخول تركيا للاتحاد الاوروبي. هل احنا هنوافق الاوروبيان يونيون تركيا كونتريز؟ هل هنوافق على ان تركيا تخش الاوروبيان يونيون ولا؟ مؤيد تماما لدخول تركيا للاتحاد الاوروبي. بلدي رافضه طبعا، مبدئيا ان انجلترا موافقه. فرنسا ضد الاكسيشن بتاع تركيا في الاوروبيان يونيون. رومانيا الدوله بتاعتي هم موافقين توتلي على الاكسيشن بتاع تركيا. اولا احنا داخلين في نيجوشيشنز علشان نقنع بقيه الدول. مضطرين نحط شويه شروط وحدود. تركيا لو دخلت تبقى ليها ويت كبير جدا في الاوروبيان يونيون. سم ار اكسبتنج سم ار ريفيوزنج اند سم ار نيوترال. بين الفكره وتحقيقها اكيد في مشاعر انت دلوقتي موجوده جواك اللي كان واحده واحده لغايه ما طلعنا بالمفهوم بتاع السبب، اسسناها بالطريقه البروفيشنال بكل بالهايست تكنيكس اوف يعني بروجكت مانجمنت. الحمد لله افكار السبب دلوقتي بقت في الهواء، بتوصل لكل الناس وبتتنقل من حد لحد، والميثودولوجي بتتنقل والديفلوبمنت بيتحقق، احساس ما يتوصفش. لا ما شاء الله السبيريت لذيذه، الناس اكتف بطريقه غير عاديه.
لهمش انست. كان في ناس حتى من الدائره الصغيره عندها شويه تخوف، طب فعلا هنقدر؟ هل هنقدر نحقق حاجه ولا مش هنقدر؟ لكن دلوقتي اقدر اقول لهم بي براود اوف يور سيلف. عادنا ستيب باي ستيب، الحمد لله كانت كلهم ستيب اب. دايما دايما في يعني في احسن لحظات النجاح الواحد بيفتكر هو كان فين، بيقول الحمد لله. هو ده بقى الام يو. هو ده بقى الام يو. هو ده الام يو. هو ده بقى الام يو. هو ايه بقى الام يو ده؟